الاكتوبيك فاشوليسيس يعني ايه؟ اكتوبيك فاشوليسيس الاول يعني ايه اكتوبيك؟ اكتوبيك ده اللي هو نفس الوسط بس غير يعني انا موجود مثلا في الليفر اروح مكان تاني، اروح البرتينيال كافيتي، اروح الانتستين، اروح البرين، اروح اللنج، فبالتالي اكتوبيك هو بارازايت موجود في ابنورمال هابيتات. ابنورمال ايه؟ هابيتات بس ان ذا سيم هوست، بس في نفس الهوست نفسه. يعني انا موجود في الليفر اروح اللنج مثلا، دي بنسميه اكتوبيك. في حاله الفشوله لما اقول لك اكتوبيك فشواز يعني معناها ان الفشوله اللي المفروض تبقى موجوده في البايل ده راحت مكان تاني، فتدي باثوجينيز مختلفه تماما، صح ولا غلط؟ تمام، ده اسمه اكتوبيك فاشولياس. طب يا دكتور، طالما هي غيرت الهابيتات بتاعها اللي متعوده عليه، المفروض تموت يعني، مش تروح اللنج او تروح السبكوتينس؟ ما هي هتروح اللنج وهتتحوصل في اللنج، هتدي باثوجينيز موجوده في اللنج، هي مش هتحط اج ومش هيبقى لها كومبليت سايكل، لكن كجسم موجود في اللنج نما وعاش وعمل كبسول وداني حوايص في اللنج، فبيدي مشاكل في اللنج. تمام، يعني مش هتكمل سايكلها. الاكتوبيك دايما ما بيكملش، يعني لما مثلا الاسكارز دي لما تروح مثلا الابندكس بتعمل التهاب في الزايده وتقف على كده، لكن ما بتحطش الاج، ما بتكملش السايكل بتاعتها. الفشوله لما تروح اللنج تعمل كبسول في اللنج وكانها جسم موجود في اللنج، لكنها ما بتكملش سايكل، لان عشان تحط ايج لازم الايج دي تروح في البايل. تمام. طب ايه علاقة الحلزون بالفشيولة؟ حلزون يعني ايه الاول؟ ما هو حلزون ده حاجة كانت بتحصل في الناس اللي هم بياكلوا الكبدة النية اللي فيها الاماتيور ورم او اللي فيها الفشيولة، وبياكلوها يعني مع كحول ومع شطة ومع بتاع، فبتعمل هايبريما للمنطقة الفارنكس، فالفشولة هي ونازلة بتروح متعلقة بالمصل تحت الفرد، فبتعمل لي انفلاميشن موجود في الحتة دي، وتعمل هايبريما وتخلي الواحد يحصل له سافوكيشن، يعني يتخنق، واخد بالك؟ فبنقول عليه ده ايه؟ حلزون. هل بس الفشولة بتعمل كده؟ لا، في حاجات تانية بتعمل الكلام ده. عرض موجود نتيجة للاتاشمنت اوف ذا اماتيور وورم اوف فاشولا او الماتيور وورم اوف فاشولا تو ذا ايه؟ مصر تو ذا فارنكس. يعني الحلزون ده الحالة ذات نفسها وليس كائن معين. دي حالة. حالة. تمام. طب احنا في الهيتروفيس قلنا اللي ان ليها سنيل معين اللي هو برنلا كونيكا. برنلا كونيكا. تمام. في بيقول لي ان في واحد تاني سيميلر تو اللي هو الميلانيا توبركولات. تمام، توبركولات. لو لقينا في الاختيارات اللي هو السيميلر بتاعه ده، ينفع برضه في هيتروفيس؟ لا، هو سيميلر يعني شكله، لكن مش هو يعني. ده الميلانيا توبركولات ده فريش ووتر سنيلز، موجود في ميه النيل عندنا، واخد بالك؟ انما البرينيلا كونيكا ده براكش ووتر سنيلز، شكله كونيكال والتاني شكله كونيكال، فبقول لك الاثنين شبه بعض عشان ما تلخبطش بيهم، بس ده بيعيش في البراكش ووتر وده بيعيش في الفريش ووتر، ده بيبقى ليه باثوجينيز لوحديه وده ليه باثوجينيز ثاني. يعني التروفس ما تدخلش الا فين؟ في البرينيلا كونيكا، لان سبحان الله الايج بتاعت التروفس عشان بتنزل في ميه مالحه شويه ما بيحصلهاش اكشن او سايز سنيل، لان لو حصل هاتشنج هتموت في الميه اللي هي شبه مالحه. خلي بالك براكش ووتر ما هياش ميه بحر وما هياش فريش ووتر، ما هياش ميه عذبه، هي ميه بحيرات اللي زي البرولس والمنزله، والميه دي اللي هي براكش شويه الايج بتاع الدروس ما بيحصلش هاتشنج، فالايج بيحصل لها سمعاني ولا انا صوت؟ ايوه سامع حضرتك. ايوه، الايج بيحصل لها نوع من انجلفت بالسنيز، يعني السنيز يروح ياكلها ويحصل لها هاتشنج داخل السنيز، فالميراسيديم يطلع ويكمل السايكل داخل السنيز وفي الاخر يطلع لي سيركاري.
فالميلانيا توبركلاتا شبيهة بيها لكن ما تأديش دورها. هو جاي حطها لك عشان انت لما تشوف دي وتشوف دي تقولي دي لا دي براكش ووتر ودي فريش ووتر. طب دكتور احنا امتى نقول يا دكتور لو سمحت هو في الجي دي الدكتوره كانت جات لنا نحفظ السنيلز اللي هم تبع تبع انا السنيلز مش عايز غير ان تعرفي الحاجات اللي خدناها السنيلز بتاعها ايه. ايوه شكرا. واهم برضو ايه اللي بيحصل داخل السنيلز عموما ان المرسيديا بتحول يطلع لي في الاخر سركاريا. ايه الاستيج اللي بتتم في مرسيديا مسبوروسيس دوتروسيس بعدين ريديا ودوتر ريديا وبعدين يطلع في الاخر سركاريا وايه نوع السركاريا طالع من السنيلز بس لكن اسمها فقط مش عايز اكتر من كده. طب دكتور امتى اقول ان لا في حد دخل تاني انا ايوه معاكي يا امير امتى اقول لان اني انا اصبت بفاشيوله من خلال ايت كونتامينيتد فيجيتابل ويز انسيستد ميديكال سيركاريا وامتى اقول ان انا اصبت بيها من خلال اني اكلت رو ليفر. اللو ليفر ما يسمنيش بالفاشيوله ابدا خلي بالك دي معلومه غلط. انا يعني عشان اصاب لازم اخد الانفكتيف ستيج اللي هو انسيستد ميديكال سيركاريا يبقى لازم اكل خضروات او ميه عليها انسيس ميسركاريا عشان اصاب بالفاشوله تمام؟ تمام. لكن انا لو اكلت كبده فيها فاشوله ايه اللي هيحصل لي؟ يا اما يحصل لي حلزون زي الراجل اللي حصل له ده يا اما يحصل لي حاجه بنسميها فولس فاشولياسيس. فولس فاشولياسيس يعني ايه فولس فاشولياسيس برضه؟ فاشوله كاذبه. لا مش كده بس ان ديتكشن of the egg in the stool of a human without infection يعني انا ما بقاش مصاب بالفاشوله لكن في البراز بتاعي في egg فيجيني التحليل كده او لا. طب استنى نشوف نفرق بينها ازاي وبين انا اكون حقيقي ان انا عندي فاشوله. نمره واحد ان انا ممكن اخليه الراجل ده يقعد يومين ثلاثه ما ياكلش ايه ليفر ما ياكلش كبده وبحلله تاني. والاسرع والاحسن ان ناخد عينه من البلاد واشوف الانتي بودي. والله لو هو مصاب بالفشوله اصلا حقيقي هيبقى عنده ايه اجسام مضاده. لو انه مش لو دي فولس فاشولياسيس وهو واكل كبده وفيها فشوله هتبقى السيرولوجي نيجاتيف. تمام ماشي. دكتور هو في مجال الاسئله يعني دكتوره مايكرو ولا هو احنا بره بس النهارده؟ لا احنا النهارده بره. الدكتوره هتبقى معاكم ان شاء الله. الدكتوره نهله مش هتتاخر النهارده بره بس وقتي الاول احنا معاكم لغايه قبل امتحان. مش عايز القلق والنبي يصرف بيكم احنا ما فيش مشكله ان شاء الله هنبقى احسن وان شاء الله قادرين ان احنا نوصل معلومه وان شاء الله هنتعلم رغم كل الظروف ان شاء الله. دكتور في حضرتك قلت لنا كان في مراجعه للمحاضرات قبل كده في اخر السنه طبعا بسبب الظروف ما نقدرش بس ايه اللي ممكن يحصل؟ انا تحت امركم انا ممكن اسجل لكم المحاضرات تاني دي كلها بصوت وانزلها لكم ممكن انزل لكم الاسئله واجاوبها لكم ممكن لو ربنا كرم ان شاء الله ربنا هيعدل الظروف وننزل اخد ميعاد معاكم ونقعد وندرس ما فيش قلق. المهم انت عايز ولا مش عايز؟ طول ما انت عايز احنا تحت امرك. لو احنا فعلا عايزين بس كرمك يبقى عندنا كبير لو لا اي اصل انا المراجعه دلوقتي الامتحان اصلا دلوقتي تلاقى الامتحانات الميد تيرم تلاقى او الاند بلوك تلاقى وهيبقى كله ان شاء الله في نهايه البلوك نهايه السنه يعتبر يعني. فلو نزلنا ممكن ناخد بين الامتحانات انا تحت امرك ساعه ولا ساعتين نقعد فيها مع بعض. ما كانش ادينا متواصلين على الوضع ده ممكن نجيب اسئله ونحطها يعني هنعمل كل وسائل اللي انتوا عايزينها بس ما تقلقوش. يا دكتور طب هو الاند اوف ذا بلوك لما اتلغى الدرجات بتاعته خدناها ولا هتضاف للفاينل؟ لا 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 هتضاف على الامتحان اخر سنه مش حاجه اسمها خدتوها من الامتحان دي. خلينا نتكلم ونكلم بصوره منطقيه ما ينفعش اديك درجات وانت امتحان احسن منطقي. هو يا اما يتعمل امتحان لوحده او يضاف على درجات اخر السنه لكن لسه القرار بتاعه ما اتخذش. تمام. طب يا دكتور بالنسبه للامتحان اخر السنه في البر بالتحديد هيكون نعم. كله اس كيو ولا هيبقى فيه ريتم؟ والله احنا عارضين ان انا هكون اس كيو لكن النظام لا بيكون في ام اس كيو ويكون في اكمل ويكون في صح وغلط تقريبا حاجه زي كده زي السنوات اللي فاتت. فما تقلقوش برضو الام اس كيو اجابته محدده الاكمل اجابته محدده. انا بجيب يعني مثلا انت سالتيني عن الايه ايراتيك بارازايت صح؟ طب ما انا ممكن اقول لك البارازايت وش انهبت
in abnormal habitat in the same host واحط لك نقطتين دي بقى ايه erratic او ectopic بس في اجابه ثانيه غير دي لا كل شيء يبقى محدد حتى الاجابه بتبقى محدده بالظبط ما تقلقوش ما تقلقوش ذاكروا خدوا المعلومات وابنوا وبعدين حكايه الامتحان دي خليها اخر حاجه والله احنا ما بنعدكم الامتحان ودي تبقى مصيبه لو انتوا اتخذتوا كده احنا بنعدكم عشان تبقوا عنصر فعال في المجتمع مسلح بالفكر والعلم ده اللي ايه ده اللي احنا ممكن نقول تمام شكرا جدا يا دكتور انا خلصت الاسئله تحت عمل اللي بعده سلسبيل عبد العزيز ايوه سلسبيل معايا احمد هاي يا دكتور السلام عليكم ايوه سلسبيل تمام الله وبركاته ازيك يا بابا عامله ايه الحمد لله يا دكتور دكتور كنت عايز اسال حضرتك على الميجر اجينست لارفر ستيج بوينت رقم بي بيقول الفيلينج اب انا مش سامع الميجرز اجينست لارفر ستيج filling up of points and water collection يعني ايه برضه مش سامعك بتقول ايه انا مش سامعك بقول لحضرتك filling up of points الو ايوه يا دكتور حضرتك سامعني ايوه سامعك كده بسال حضرتك عن measures of against larval stage ده في كنترول بتاع الارثروبود ومحاضره اللي هي الثانيه مالها هي المحاضرة الثانية تقريبا الثانية ان هي الثانية ايه محاضرة رقم 62 الاسبوع كام الاسبوع السادس الاسبوع الاخير السابع لا مش المحاضرة الاخيرة دي على الميونيتي اللي قبلها لا هي في الاسبوع السادس يمكن لا السادس ما كانش فيه بارة السابع هو اللي كان فيه بارة السابع فيه اربعة هي رقم 62 تقريبا طيب ثواني خليك معي ايوه بتقول ايه مالها بقول هي كذا حاجه بس الرقم 2 فيها اللي هي filling up of bonds and water collection كنترول ايه كنترول لا الميجر اجينست لارفر ستيج مش كنترول ميجر اجينست لارفر ستيج بيقول ايه هي في ايه draining of collection of water دي فهماها أيوة. لكن دي اللي هي filling up of bonds of bonds of ايوه يعني and water filling up of bonds and water collection يعني بيردم الحاجات اللي فيها الواتر كوليكشن هي مستنقعات لان انت عارفه ان اللارفا دي اكواتيك يعني لو ما فيش ميه مش هتبقى موجوده تمام يعني بيملى الحاجات يعني filling up of bond and water collection بيمنع المستنقعات اللي موجودة تبقى موجودة عشان تبقاش بيئة يعني تجذب اللارفي تمام ماشي يا دكتور تمام طب في المحاضرة رقم 66 لا 65 البليج اللي هو الطاعون الطاعون بتاع ايوه تمام اللي هي المحاضرة قبل في السابع بس ماشي مالها هو انا الطاعون دي جزئية بتاعته مش فاهمين خالص هو اللي بيحصل بالراحة كده الهيومن أيوة. بليج الهيومن بليج ده بيسببه بكتيريا تمام اللي هي باستريلا بيسس او لوريسينا خلاص والباستريلا بيسس دي اصلا بكتيريا بتاعت الرودنت بتاعت اللي هي بتاعت الفيران تمام تمام معايا عندي انا دلوقتي الزينوبسيلا كيوبس الزينوبسيلا كيوبس اللي هي برغوت الايه برغوت ايه البرغوت بتاع الريتفلي بتاع الريتفلي فبينقل بين الريتفلي والريتفلي صح ايوه طيب ينقلها ازاي كيف تنقل الفلي البراغيث دي او الفلي البكتيريا انها بتاخد بلاد في بكتيريا فبيحصل لها ايه بيحصل لها ان البكتيريا دي تتجمع في هيموباسيل ريماس فين في الهيموباسيل ريماس الهيموباسيل ريماس دي موجوده في البروفونتيكس في قدام المعده بتاعت مين بتاعت الفلي تمام معايا ولا تمام تمام مع حضرتك يا دكتور تمام الفلي ديت لما احنا قلنا في الميكانيزم بتاع الترانسميشن لو انت فاكره ان الفلي بتنقل ايه البكتيريا بتنقل عن طريق الميكانيزم ايه عن طريق بروباجيتيف
ايوه بروباجيتيف انفلاميشن. يعني ايه بروباجيتيف؟ جاي من بروباجندا، يعني بيحصل مالتيبليكيشن. مالتيبليكيشن، الله ينور عليك، برافو عليك، برافو برافو. فهنا عندي ال- 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 البكتيريا بتروح تقعد في الهيموباسيلر ماس دي اللي اتعملت وكما كنت عامل لها كالتشر، تمام؟ فبتنمو بكميات كبيره وبسرعه جدا. انت خدت في البكتيريا ان بلاد كالتشر دي عباره عن نورشت ميديا، يعني بتغذيه، بتقلل تكاثر يزيد، صح؟ صح، تمام. فبيحصل تتكون كميات كبيره جدا جدا من البكتيريا في الهيموباسيلر ماس، فبتقفل ايه المعده، ما تخلي الدم ما يروحش للمعده وتقعد في الهيموباسيلر ماس دي. فبيحس البرغوث ده دايما نجعان، فبيعمل حاجه يسموها انتربتد فيدنج، يقرص هنا ويقرص هنا ويقرص هنا ويقرص هنا ويتنطط من هنا لهنا لانه مازال جعان. هو بيقرص بيعمل ريجريتيف، بيرجع كميه من الهيموباسيلر ماس من البكتيريا في الوند اللي بيعمله، وبالتالي بينقل المرض. بعد شويه الهيموباسيلر ماس دي يحصل لها كاناليزيشن، يحصل تتفتح كده لتحت والبكتيريا تبدا تنزل في الاسطول، تمام؟ ويبقى هنا ينقلوا عن طريق الاسطول، بنسميه بوستيرو سيشن ترانسميشن، وينقلوا عن طريق البق بتاع الزنزليش. عشان كده البرافيت دي لما تتنقل للمان، لو انا جيت موت الفيران دي فمش هتلاقي جم تاخده من الفيران، بتروح نط على مين؟ على على البني ادمين عشان تاخد بلاد مين. فبيتنقل الهيومن بليج من الرودنت او من الفيران للبني ادمين عن طريق الزينوفيلاك يوبس. المان ليه البرغوث بتاعه، اللي هو كل برغوث عايز ايه؟ بيحب الدم بتاعه، فبيروح البوليكس اريتان تبدا تنشره بين البني ادمين كله. وصلت؟ ايوه وصلت يا دكتور. يعني هنا انا شيء اهو بيسميها بلوك دفلي لان قفلت المعده بتاعتها، وبعدين بنسميها كمان كانالايز دفلي لانها بتفتح فين عن طريق الاثنين. والهيومن بليد ده اصلا بكتيريا، لكن اللي بينقله هو مين؟ اللي بينقله هو مين؟ الزينوبسيلا او الفلي، سواء كان زينوبسيلا من تنقله من الرودنت للرودنت ومن الرودنت لمان، ده زينوبسيلا. لكن ينتشر بين البني ادمين عن طريق مين؟ عن طريق البوليكس اريا. وصلت؟ تمام ماشي دكتور، شكرا. وصلت؟ ايوه وصلت يا دكتور. طيب البليك ده بكتيريا، فبالتالي بيتنقل. احنا قلنا في المقدمه ان عندي الميكانيزم بتاع الترانسميشن يا اما ميكانيكال او بيولوجيكال. بيولوجيكال في بروباجيتيف، سايكلو بروباجيتيف، في سايكلو ديفمنت. بروباجيتيف ده خاص بالبكتيريا والفيروس والكيس. تمام. طب يا دكتور الايبيديميك تايفس فين بقى؟ دي في نفس المحاضره على ما اعتقد. دقيقه هلاقيها. بل هو انا مش فاهمها، هو الكلام كله داخل في بعض. يعني هي كوز باي ريكيتسيا بروزاكي انفكشن از ترانسميتد باي يعني هي كل دواء اللي هي زهر عند حضرتك؟ لا لسه مظهر. ايوه تمام. ميديكال امبورتنت ايه بتاع اللايس. هنا انا بعرف على فكره انا لما بدرس الارثروبود ما بدرسهاش من ناحيه الباراسيتولوجي بس، انا بدرسها من ناحيه الميكروبيولوجي ككل. احنا قسم واحد يعتبر. يعني ايه؟ يعني لما يجي يقول لي ان عند الريكيتسيا زي او الابديميك تايفس اللي هي الريكيتسيا بروزوكايدي بتتنقل عن طريق ايه، لازم اعرف ان عن طريق اللايس، واخد بالك؟ يعني لكن تفاصيلها باخدها في البكتيريا. يعني الهيومن بليج احنا ده ايه؟ بكتيريا صح؟ ايوه. بينقلوا ايه؟ البرازايت اللي هو بينقلوا فليز. فانا بقول بس لكن البليك باخده كامل في البكتيريا. احنا نوع من التكامل بين القسمين. احنا هنا لما اجي اقول عندي الميديكال امبورتنت اللايف انها بتنقل الابيديميك تايفس. خلي بالك في ابيديميك تايفس وفي ابيديميك رابس تايفس اسماء. انا هنا عايز بس فقط ان انت تعرف الانديميك تايفس لما اقول في المسكيتو اقول مش عارف الايديز بتاعي بتنقل الزيكا فيروس. انا ما بدرسش زيكا فيروس او بدرسه زميل تاني، لكن انا
لازم احط لك التاتش ده ان تبقى عارفه ان الايدز بتاعي بتنقل كذا. وصل يعني كده. دي من احد ليه احنا بندرس الحشرات؟ بندرس لانها ممكن تنقل لنا امراض. طب يا من باب اولى اعرف هي الامراض اللي تنقلها. كل قسم كل واحد بيدرس الجزء بتاعه في يعني زيكا فيروس الانديميك تايفس الهيموبليك ده الزملاء بيدرسه لكم، لكن انا اقول لك دي بتنقل بيه. بصل تمام يا دكتور. تمام اه وصلت. طب ممكن حضرتك تقرا الترنش فيفر اللي هي بعدها على طول؟ برضه انا عايز اقرا اس اللايس بتنقل الترنش فيفر. بصلت مش هسألك في ركز جناحها ايه لا مش هسألك في ده. تمام ماشي. يعني طب يا دكتور يعني الترنش فيفر بسببها ركز كوانتان. انا ما ليش دعوه مش لكن انا اسألك الترنش فيفر مين بنقلها؟ تقول لي اللايس هي بتسببها ايه والباثوجينز بتاعتها ايه والاعراض بتاعتها ايه ده هناخده في المايك. تمام يا دكتور. هو ينفع حضرتك تشرح الميزيس؟ اه ممكن. طب هو يعني عشان هو صعب جدا انا مش عارفه افهمه. لا 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 بالنسبه لكم الميزيس انا عايز ايه فيه؟ نزله لي كده انا اقول لك. هو انا اقول لك الميزيس انا عايز ديفينيشن ايه هو الميزيس؟ الميزيس ده عباره عن بالعربي كده اسمه تدوين انفستيشن اوف ذا هيومن تيشو باي ذا لارفا اوف ذا بيدرس فلاي. يعني ايه؟ يعني وجود اللارفا دي في جسم الانسان بس. تمام ده التعريف بتاعه. ايه انواع المختلفه؟ نعرف ان هو ده بيبقى فيه سبيسيفيك وسيمي سبيسيفيك وفي اكسيدنتال، لكن انا هاخده بعد كده كمرض كامل في الحته. هو ايه يعني التدويد؟ يعني ما الناس برضو ميز فاكرين زمان لما العيال كان بيبقى عندها اوتيتس ميديا عنده التهاب في ودنه كده ويجي الدبدان يحط عليه تاني يوم يمسك ودنه كده ينزل منها دود. هو ده الميز. فاكرين لما انت حضرتك تروح تتخصصي نسا مثلا وتعملي عمليه وتعملي سيزيريان، طبعا مش لكل الحالات يعني اللي هي الحاجه اللي تستاهل خلي بالك، فتفتح السيزيريان وبعدين تروح تطلعها ثالث يوم تيجي تروح تنظف الجرح او تغيرها على الجرح تلاقي فيه دود. ده ميز. رجله اتكسرت وهو يلعب كوره وراح يجبسها ثاني يوم يتلاقى فيها دود. ده اسمه سيرجيكال ميز. هو ده الميز. Infestation of the human tissue by the larvae of the vitreous fly. علاجه ازاي؟ علاجه سهل ان انا اشيل اللارفي ما فيهاش مشكله. اهو جبت انت مش انت انها ده ميزز از ديزيز ريزلت فروم انفستيشن اوف هيومن تيشو باي لارفا اوف ذا فيتروس فلاي. غيري كده بس ما هو جايب لكم اديكم تاني حاجه هي دي اللايف سايكل بتاعت الفلاي عشان اوريك اللارفي هم دول اللي بيبقوا موجودين. كلاسيفيكيشن بيقسموه من ناحيه الاناتومي ومن ناحيه الايه ومن ناحيه انتومولوجي. سبيسيفيك وسيمي سبيسيفيك. سبيسيفيك يعني ايه برضو؟ هاتي بعديها كده جايب لكم الباقي. هو ولا لا اللي بعديه ادي السبيسيفيك. استني بس ارجع السبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك؟ يعني اوبلوجاتري. يعني اللارفا دي اوبلوجاتري ساركوبيتس. وصلت؟ يعني أيوة. اللارفا دي لو ما دخلتش في جسم الانسان او الحيوان ما تعيش. ومقسم هو الانواع بتاعته السكشن بتاعته ان لما تعمل بنتريشن للانبروكن سكين يبقى نوع، ولما تعمل بنتريشن للبروكن سكين يبقى نوع، وهكذا. لما تبقى تروح تيشو معين مثلا تلاقي مره شفنا حاله ان جاستريك ميز رغم ان السمك اللي فيه اتش ال لقينا حاجه اسمها ارستالس اللي هي اللي بتسبب جاستريك ميز. السلام عليكم. شكرا لك بارك الله فيك شكرا جزيلا. ربنا يكرمك ربنا يكرمك. هكلمك مع الله. ايوه يا سلسلي. الو يا دكتور ما حضرتك وصلت المعلومه بس مش اكتر من كده. في السبيسيفيك هنا ما هممنيش غير ان انت تعرف ان سيكشن واحد اللي بنتريز ده ان بروكن سكن. يعني الارفه بتتحط
على السكن وهي تعمل بنتريشن زي الكاردوليبيا والديرماتوبيا والكلام ده. وبعدين السكشن الثاني كذا والسكشن الثاني كذا. لكن انا هممني قوي التعريف، هممني قوي اعرف يعني ايه ميزس بس. تمام. طب السيمز بسيفيك يا دكتور؟ السيمز بسيفيك ان اللارفا بتحط الفليدي، بتحط اللارفا على الديكي ماتر وعلى الحاجات الميت. ممكن قوي تروح تعمل بنتريش الفلاي، ممكن تحطها مثلا يعني مثلا الماسكه دو ماسكه، الولد طلع في الشارع وبعدين ودنه فيها صديد وجات الماسكه مسكه شمت ريحه الصديد وراحت حاطه البيض بتاعها عليه. ده سيمي سبيسيفيك. انا ما يعني لو الصديد ده موجود على الجرح هتروح تحط الجرح. وصلت؟ يبقى مش اوبلوجاتري، يعني مش شرط يكون المكان ده بالذات. يعني السبيسيفيك ان هي لازم اللارفا لازم هي اوبلوجاتري لازم اوبلوجاتري. الله ينور عليك، اوبلوجاتري سانكوبي. ايوه مظبوط. انما هنا لكن هنا في سيمي سبيسيفيك هي كده بالصدفه فاكلتيتيف. اهو هتلاقي فيه، انا متهيألي كاتبها اهي فاكلتيتيف ساركوبيت في الاخر خالص قبل النهايه في تعريف. ايوه شايفها. ايوه قلت لك عليها دي فاكلتيتيف، يعني بمزاجها. والله في صديد هنا اروح، في صديد هنا اروح، يعني هي اتراكت للحاجه معينه ايا كانت موجود. لكن في السبيسيفيك لا، ده هو بيروح الجلد عشان هو بيعمل بنتريشن. انت فاهماني؟ يعني هو أيه يدخل داخل الجلد، لو ما عملش كده مش هيعيش. وصلت؟ ده الارسالس اللي موجوده في الستومك اللي نسميها جاستريك ميز، لو ما راحتش في المكان ده اللي فيه اتش سيل ما تعيش. تمام. فهنا يهمني اعرف، ودول الحتتين مهمين وبيجي لكم في اسئله كتير، ان السبيسيفيك بيبقى اوبلوجات الساركوبيت، السيم سبيسيفيك بيبقى باكتيريال ساركوبيت. طب هو يعني ايه الاوفي بويزت واللارفي بويزت؟ اوفي بويزت اللي هي بتحط بيض، ممكن تحط لارفا. ما في فلايز بتحط. مش احنا خدنا اوفي بيرس وفي بيبي بيرس وفي بيرس واحده لارفا بتحط لارفا على طول. وفي فلايز بتحط ايج وتحصل لها هاتشو بتدي لارفا الماسكه. وفي زي الجلوساينا بتحط لارفا على طول. تمام يا دكتور. طب اخر كلاسيفيكيشن ليه، اللي هي اخر صفحه، هي البيشوب كلاسيفيكيشن ده هو حاطط اخر حاجه السلايد رقم 8. ايه مقسمها على هيئه المكان فيها، يعني اللي يجي في السكن نسميه سكن ميز. وصلت؟ اللي يجي في الانتستين نسميه دارك ميز، الاوران نسميه اوران ميز، اوكلار يبقى اوكلار ميز، يورجنتال يبقى اورجنتال ميز. تقسيمه ثانيه على المكان الموجود. ماشي يا دكتور. طيب في الترانسبلانت في الميديكال امبورتنس، ايوه دي فيها تكايه كده. يعني ما احنا برضو ايه الشاطرين الممتازين اللي هو انتوا كلكم، يعني في تكه كده تركبوك لا اكاموشي الادلت بتاعتها ما بتعملش حاجه. الايه؟ الادلت بتاعتها ما بتعملش حاجه، كله من اللارفا. كاتب الكلام ده، لو جبتي يعني البتاع ده انا كاتبه، فشوفي كده عندك في الاسبوع السابع متهيألي اخر لقيتيها تربوك لاكاموشي اخر حاجه في المحاضره اللي قبل الاخيره. ايوه رقم 65. رقم 65 قبل الوتر فلي. ايوه قبل الوتر فلي، لان الوتر فلي ده اخر حاجه. هو في الترومبيكيولا الميديكال امبورتنس بتاعتها مالها؟ هي بتعمل ترانسميشن لل، هي تسوغاموشي فيفر. ايوه الحاجه تسوغاموشي. أيوة الميكانيزم بتاعها، الميكانيزم بتاع ايه؟ بتاع هي ترانسميشن. التسوغاموشي اللي بيحصل فيها ايه؟ ان الميكروب بيروح ترانس اوفيريا بيقعد في الاوفري، وكل ايج نازله بيديها ايه؟ بيديها الانفكشن. فاللارفا هي اللي بتنقل، لان اللارفا هي اللي بتتغذى على الحاجات دي. الادلت ما بتتغذاش خالص، مالهاش دعوه بيكم، يعني مالهاش دعوه بال اهو.
بص كاتب لك ايه هو انا كاتب حتى لا ده في ميكانيزم انا كاتبه ايوه هو ممكن حضرتك تطلع فوق شويه ايوه دقيقه لا اطلع فوق حضرتك شويه ايوه هي دي اطلع فوق اطلع شوف فوق شويه اطلع فوق شويه انت انزل تحت بس اهو بص بص بقى شوف اول كلمه استني بس يا بنتي تعال ايوه في شجر زيز انا اول كلمه كاتب ايه اقرا كده الادلت ار نون بلاد سكر خلاص اللارفال ستيج هي اللي بتعمل المشاكل كلها هي اللي بتعمل شجر زيز وهي اللي بتنقل سكراب تايفس او ريكتسا تسوسو جاموش فالانفكشن بيتم ازاي ان الادلت بيحصل فيها ترانس اوفيرن ترانسميشن يعني ايه ترانس فكرناه في الميكانيزم ان الميكروب يروح للاوفري وكل اج نازله يحديها الانفكشن صح ايوه صح الاج دي هيحصل لها هاتش وتديني الاوف سبرينج اللي طالعه هي اللي تبقى انفكتد يبقى مين الانفكتد هنا مين اللارفا دي ايوه دي اصلا كنت بدور عليها مش اللارفا اللارفا فده بيكم في كل ترومبوكوليدي اللارفا ار بارازيتك ان اول انيمال سبيشيز بما فيهم المان كوز درماتايتس اللي هي ايه هنا كوز درماتايتس اللي بنسميها ايه اللي بنسميها جيجر ديزيز او شيجر ديزيز خلي بالك في واحده ثانيه بتعمل شيجر ديزيز دي في الفلي لا نسيتها بصراحه جيجر ديزيز ها التروف بوك لا كاموش اللي هي تانجا فلي تانجا بنتران تانجا بنتران برافو جود برافو عليك تانجا بنتران نفسها بتعمل برضو الجيجر دي انك تيجي بس الرجلي الصوابع كده بين الصوابع في الحته الناعمه دي ممكن تعمل متهيألي انا هوتركم مش عارف بس انا هعمل يعني ان شاء الله ربنا يسهل على القناه هننزل لكم حاجات يعني لو كل شويه حاجه كده بسيطه تجمع لكم الدنيا مفيش مشكله تمام يا دكتور شكرا خالص فاترون بكر ماشي سلسل برافو عليك في حد بعده ماشي ايوه يا ساره بيها الو يا دكتور زي حضرتك ايوه يا ساره ازيك عامله ايه انا صحت يا دكتور هو دلوقتي التكس والمايكس بيكون عندهم incomplete metamorphosis ازاي بيكون عندهم اللارفال ستيج لا ما هو من قال ما هم هنا 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 المشكله ان الفرق بين ده وده ان ده فيه ليمف وده فيه بيوبا لكن اللارفا موجوده في الاثنين اصل في المحاضره ما كانش ايوه هو لا 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 هي الناس الكتبه دي لكن هي موجوده لا الكومبليت ميتامورفوزس هو عباره عن الفكره مش بمسمياته برضو الفكره في وضعه الكومبليت بيبقى فيه ادلت تحط ايج بس ممكن الايج تحط لارفا على دول خلي بالك وبعدين تتحول لبيوبا خلي بالك بيوبا وبعدين تتحول لادلت لكن الستيج الانترميديان دول اللي هم اللارفا والادلت والبيوبا يختلفوا عن بعض تماما في الهابت واحده تاكل تمص دم واحده تاكل ديكيماتا بتاعتك الانكمبليت بقى لا الانكمبليت اول حاجه يحط ايج وبعدين تحول لارفا وممكن يبقى في لارفا على طول واللارفا دي تحول لايه لنيمف النيمف دي موجوده فين في الانكمبليت مش موجوده فين في الكمبليت مش موجوده في الكمبليت فالفرق في الاستيج ان ده في نيمف وده في مين بيوبا لكن الفرق في المعنى ان النيمف والبيو والادلت والايج واللارفا دول زي بعض يعني ايه زي بعض يعني الفرق بينهم ايجينج يعني ايه ايجينج يعني اللارفا النهارده بعد شهر تبقى نيمف بعد شهر تبقى ادلت لكن في الهابت بتاعتها دي بتمص دم ودي بتمص دم ودي بتمص دم وصلت تمام وايه هو الفرق بين الابيديميك ريلابسنج فيفر والانديميك دي بتنقل بكذا ودي بتنقل بكذا دي كل واحده موجوده في مكان مال يعني بس اللي بينقلها بس انا مالي الباقي انت هتعرفيه في البكتيريا انا اعرف دي بتنقل باللايز دي بتنقل بالفليز دي بتنقل بكذا بس كاسم للمرض اللي بينقل فقط تمام طب بالنسبه للمايستس مش عايز حتى يعني ايه الكوز بتاعه يعني اعرفه عرفته ما عرفتش لان هتاخده تاني في البكتيريا
لكن انا يهمني اللايز بتنقل ايه اللايز بتنقل ايه هتقولي لي ريلابس فيفا الانديميك هتقولي لي دي بس اسما بس تمام طب بالنسبه للمايسيس احنا مطلوب مننا نفرق بين السكشنز بتاعه السبيسيفيك مايسيس طبعا طب الفرق بين السكشن 1 والسكشن 2 و 3 ما انا قايل ال مش سكشن الفرق بين السبيسيفيك والسيمي سبيسيفيك تمام السبيسيفيك والسيمي سبيسيفيك تمام الباقي هناخده هناك لا 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 مطلوب مني ان انا اعرف ايه الدرجات في اللايف سايكل بتاعه التوكسوبلازما أعرف. انا مش فاهمها لا يعني التوكسوبلازما يعني مش فاهمها هتهاي. مش فاهمه الديفلوبمنتال ستيجز اللي هو هنا الديفلوبمنتال ستيج بيقول لك ان السايكل فيها كذا كذا بيشرحهم لك لكن السايكل مالهاش دعوه بالديفلوبمنتال ستيج السايكل ان الكات نفسها دي كومبليت ديفلوبمنت فورس السايكل كلها بتتم بالكات والمان والحيوانات الثانيه بياخدوها كانترميتوس او كاكسيدنتال هوست يعني من بره خالص بكده منها من طريقه ثانيه لان انا عشان اتعدي انا ما بكملش السايكل يعني مثلا هنقولها في الكات الكات هتاخد سبوريت اوسيس حصل لها هاتشنج في السمول تيستين هتروح مدياني الميروزوت يطلع يدخل بسيليا بتاع في الاخر هنزلي في الاستول عن النانو سبوريت اوسيس يحصل لها سبوريليشن وياخدها الكات تاني يكمل السايكل خلاص تمام دلوقتي اللي انا في الستول بتاع الكات في انسبروليت اوسيس حصل لها سبروليشن ياخدها المان او الحيوانات التانيين لو خدها الحيوانات التانيين هتطلع في المنتجات بتاعتهم يعني تطلع في اللحمه تطلع في الملك تطلع في الايج تطلع في الفراخ تطلع في كل حاجه يبقى الانسان هنا بيتعد ازاي وده المهم انا يهمني كيف يتعد الانسان الانسان ممكن ياخد سبروليت اوسيس من الفيس بتاع الكات اللي هي حصل لها سبروليشن ويتعدي او ياخد البريديزويت او البريكزويت او سيدوسيست من الحيوانات الثانيه ياكل لحمه فيها ايه ياكل لحمه فيها بريديزويت او فيها سيدوسيست تمام وفي اللحظه دي يحصل لها هاتش بسمول تيست وكله يدخل ويروح الاماكن بتشوف في اليومن لما يروح عند انا في اليومن يا اما يروح البرين يروح الليفر يروح الكدني يروح اي مكان ومن ضمن الاماكن بيروح اليوترس في حاله الفيميل لما بتبقى بريجننت بيعمل نوع من الابورش بس طب امتى تتكون السودوسيست وامتى تتكون التروسيست امتى تتكون السودوسيست وامتى تتكون التروسيست شو ما فيش فيش التروسيست في التوكسوبلازما ما فيهاش التروسيست في التيشو لا ده فيها سيدوسيست اللي هي موجوده عباره عن التروفوزوت بيتكاثر ويتحوصل هاتيلي التوكسوبلازما نسرع شوية خلاص تمام شكرا يا دكتور لا مش كل شكرا ما فهمتهاش يبقى لا هو ادي التوكسوبلازما مش هي الكون يشرح الفرومسج هو بيقول لك ايه الستيج الموجوده في السايكل سواء سيست او شازوت او 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 جميت لكن انزل لي كده شوف جايب لكم المود اوف انفكشن ولا لايف سايكل ماشي مشروحه كل الكلام ده ما في اه المود اوف انفكشن اهي اهي الحته الحمراء اللي تحت دي انجيشن اوف سبيروليت اوسيس تمام وبعدين السيست دي هتروح لفين تروح تشوف يحصل لها كذا وبعدين انجيشن في تيك زوت او بريد زوت من السيست اللي موجود اللي هي سيد سيست يعني موجوده في الميت والدورنج الهاندل ممكن يحصل تراس بلانتيشن ده بالنسبه للمذر والبي بتاعها ده المهم انا يهمني ازاي يعني بس المهم ان انا اعرف المود اوف ترانس انفكشن يهمني المود اوف ترانس والاكيوت فيز بيبقى ازاي اعرف افرقه بين الكرونيك فيز بتاع ايه هنا في التوكسوبلازموسيس ايه اكيوت والكرونيك مفيش حاجه اسمها اكيوت وكرونيك مال هو فوق كلينيكال مانيفيستاشن بناخدها احنا بعدين لا لا انتوا عندكم ازاي تتعدي سنه اولى انا عايز بدرس بيولوجي ازاي اتعدي بايه لكن الاعراض والكلينيكال مانيفيستيشن ويعمل ابورشن ازاي وليه واشخصه ازاي وعالجه ازاي ده هناخده بالتفصيل في سنه ثانيه وثالثه لكن يهمني دلوقتي تعرف التوكسوبلازما ده ايه وتعدي بيها ازاي وايه الافكتيف ستيج وايه الدايجنوستيك ستيج بس تمام تمام شكرا يا دكتور
ايوه يا يوسف. ايوه دكتور، معلش كنت عايز اسال على الشيجرز. ماله؟ هو اتكرر مرتين، مره في الفليز ومره في المايتس. برافو برافو برافو. هو ايه بالظبط؟ الشيجرز ده عباره عن اللارفا بتاعت الترومبوكلا اكاموشي او الاضل بتاعت التانجا بنترانس بفاست التوز كده بين الصوابع كده، لما الناس بتمشي حافيه بتاع فبتروح يحصل اتاك زي كده، والحته دي بتبقى رخوه ودايما فيها فانجس فيها بتاع، فبتعمل الشجر اسمه شجر. يعني هو ادلت في الفليز ولارفا في المايتس. في الفليز برافو، ادلت في الفليز ولارفا في الترومبوكلا مش في المايتس. اه تمام. الترومبوكلا اكاموشي مش كل المايتس تعمل، اللي هي واحده بس الترومبوكلا اكاموشي اللي هي بتاعت السكراب تايبس او كين السوسو جاموشي، ده احنا كنا بنحفظها كده لان اسمها حلوه كده زي بتوع الصينيين يعني، ربنا يستر. يا دكتور بالنسبه بس الاسماء واسماء ديزيزز، هو انا مطالبه بكل التفاصيل دي؟ لا انا مطالب هنا ان ايه الميديكال بورت بتنقل المرض اسمه ايه. تمام وصلت، بس ايه اللي بينقله؟ ما انا هنا الحته اللي انا عايزها يعني هنا لما تقولي لي ان تانجا بتنزل الاضلت هي اللي بتعمل اقول لك برافو عليك، لما تقولي لي ترامبوكلا كاموت اللارفا اللي بتعمل يبقى برافو عليك. تمام. طب في حاجه اسمها كونكوميتنت اميونيتي، يعني ايه؟ كونكوميتنت اميونيتي ده موجوده في البلهارسه، مش كتبتها في البلهارسه وكتبتها فين؟ لا كانت موجوده في اخر محاضره. في اخر محاضره. ده عباره عن وجود الاضلت يعني انا مصاب بالهرسه، فبيعمل نوع من الوقايه لان يحصل سكت ريزيستنت تاني، بس يعني اصل المناعه في الطفيلات بتبقى صعبه وبتبقى يعني ما فيش عندنا سوليد اميونيتي. لا هو بس ايه هو المكتوب يعني، بس انا مش فاهم الكلام المكتوب بيقول اجينست لارفا. نزلولي. طيب ثواني، يعني هو وجود الاضل بيعمل اجسام مضاده ضد العدوى اللي جايه من بره بس. اهو شامل الكلام. ايوه ليه بقول لك ان ذا كوميونتي ويش اكت اجينست لارفا ستيج بات نوت اجينست ان اكزيستنج انفيكشن، ذس از هوست ماي بي انفيكتد ويز ادلت بارازايت بات هاز ا ميجرد اميونيتي تو فيرذر انفيكشن. انا دلوقتي مصاب بالبلهارسيا تمام؟ تمام. فبتطلع عندي اجسام مضاده لو دخلت سيركاريا تاني، لا تقول لها لا استني ده في يبقى عنده ميونتي ليها، هخف منها ترجع تدخل تاني عادي يعني. وصلت؟ تمام. بس حته اللارفا فضلت ملخبطه شويه. ايوه ما انا مصاب بالعضل دلوقتي، انا مش عندي انا لما مصاب بالهرسه مش اللارفا في الجسم بتتحول لعضل ميلو في ميل. خلاص مفيش لارفا تاني، الاجسام المضاده تمنع دخول اللارفه الاولانيه من بره. تمام. فبالتالي طول ما انا مصاب ما يجريش من بره، ما كفايه عليا. تمام. طب في نفس المحاضره الصفحه اللي قبلها في البي ليمفوسايتس غيري مالها؟ في اللي هي نمبر سي دي. ايه؟ سي في البي ليمفوسايتس. مش فاهمه الجمله. فينها؟ طيب هي ايوه هي دي، ده تي سيل. انت بتقولي تي سيل المعلمه؟ هي العنوان بي ليمفوسايتس. مالها؟ مش فاهمه كل دي. ايوه تي سيل ريسبتور اند اميونوجلوبولين وش ار ده البي ليمفوسايت بتعمل ايه؟ ده دورها في الاميونيتي، وده المفروض خطوه في البكتيريا، خطوه في المناعه. يعني تي سيل ريسبتور اند اميونوجلوبولين وش ار اسينشال نانو سبيسيفيك ايج ريسبتور وكولد اول وان ايبو تايب، كل ده كاتب في البكتيريا. هو هنا بيعرض دور الليمفوسايت البي ليمفوسايت. انا في محاضره المناعه هاممني ان انت تعرف ليه في البارازايت بيبقى التكسين صعب عشان كذا وكذا وكذا الكومبلكسيتي. طب الدكتور اللي بيقول لي استني ليه البارازايت ازاي بيعمل افييد من الـ من الـ من الـ من الاميونيتي كذا وكذا. سلام عليكم. هو بيقول لي ان هي نون سبيسيفيك، ومنين بتبقى سنجل ايبيتوب؟ فده دي الجمله يعني، هي تي ليمفوسايت اساسا تي ريسبتورز بتبقى سبيسيفيك.
هو على immunoglobulin which are essential non-specific. Are essential non-specific each, بقول لك بعد كده each receptor represents only, ما بقولش مش عليها ايه, هو بيكمل كلام each واحدة لها ايبيتوب. تمام. سالك كيف البكتيريا, مش دي مش مشكلة. تمام شكرا يا دكتور. مين اللي بعد؟ احمد ابو حميد. يا احمد. السلام عليكم. ايوه احمد زيك. او بالدور دلوقتي فاضل. مش انا, احسبك تندم علي. اسف دكتور, على احمد تاني. يلا ماشي. الو. ايوه مين؟ السلام عليكم. السلام الله وبركاته. معلش كنت عايز اسال. اسمك؟ توكسوبلازما. احمد. انت مين انت؟ احمد. ايوه احمد. التوكسوبلازما. لو ممكن بس نفتح الفايل. نفتح. قول بس, قول يا احمد قبل ما نفتح. ايوه كان بيقول للبريديتور والبري هوست. هي زي زي الانترميديت والمدراس, بس ده اكسبريشن سيبك منه, ما فيش مشكله. يعني هنا الكات بتعتبر ككومبليت ديفرنت هوست, واخد بالك؟ فعشان هي اصلا بتنقلها من رودنت للبري والبريديتور, فما فيش مشكله. خليك انت ان اللي بيتم فيه سيكشوال سايكل يبقى ديفنتيف, اللي بيتم فيه اسيكشوال سايكل يبقى انترميديت. بس يعني اطنش حته بريديتور والبري. لا مش طيب دلوقتي لو هي في بريجننت وومن جالها توكسوبلازما قبل كده وطلعت انتي بوديز, بس الانتي بوديز يعني متحكمه في التوكسوبلازما, وبعدين عملت بريجننسي, برضو هينتقل للفيتس؟ لا الانتي بوديز ما تنقلش, لكن لو في اكتف انفكشن هيتنقل عن طريق البلاسينتا. بس هي عندها بس اخدتها زمان. ها يعني اخدتها زمان كده؟ اخر زمان لو 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 هي موجوده ما زالت ممكن يحصل لها رياكتيفيشن وتنقل, لكن لو الاجسام مضاده بس لا. طيب الساركوسيستس كان بيقول ان الساركوسيستس اوبليجاتوري هيتروزينس, يعني ايه هيتروزينس؟ يعني ايه هيتروزينس؟ يعني يبقى اكثر من هوست. خلي بالك يعني ايه هيتروزينس؟ يعني السايكل لازم يتم في تو هوست. وصلت؟ ايوه. ممكن تشرح السايكل؟ ما انا السايكل شغاله في الـ في الـ في الديفنتيف هوست, شغاله في الانتيميت هوست, اللي ينزل الاوسيست في البراز يبقى ديفنتيف هوست, واللي ياخدها وتتكون فيه ساركوسيست يبقى انتيميت هوست. خلصنا. لازم يتم في تو هوست, ما ينفعش يتم في الانسان لوحده وما ينفعش يتم في الحيوان واحد, ده خلاص الساركوسيست. طب ليه التوكسوبلازما مش التوكسوبلازما؟ لان كومبليت, لان ممكن تبقى مونوزينس في حاله الكات. يعني الكات في التوكسوبلازما بتكمل سايكل لوحديها خلاص, احنا البني ادمين وباقي الحيوانات بياخدوها باي زوايا. يعني الكات بتاخد الاوسيست وتنزل اوسيست, تاخد سبرويد اوسيست وتنزل بالستور بتاعها اوسيست, لو هي حصل لها سبرويد اوسيست تاخدها هي تاني تكمل السايكل اللي بعديها. يعني التوكسوبلازما ممكن تكتفي بالكات بس كهوست وتفضل في الحياه موجوده, انما الساركوسيست لا, لازم واحد ينزل اوسيست في الاسطول بتاعه وواحد يتكون فيه الساركوسيست في اللحمه بتاعته, ده يبقى انترميديت هوست وده يبقى ديفنتيف هوست, ولازم الاثنين يكملوا بعض. يعني ما يتم في تو هوست في حاله الساركوسيست يتم في هوست واحد في حاله التوكسوبلازما. تمام. ماشي. يعني القطه بتشغل فيها الاثنين, فيها سيكشوال اسيكشوال سايكل في الانتست بتاعها, وفي الاخر تنزل اوسيست في الاسطول يحصل لها سبروليشن تاخدها هي تاني تكمل السايكل, ياخدها الانسان او حيوان تاني تتكون فيه ايه السيتوسيست او تكون فيه التوكسوبلازما في اللحمه بتاعته في اللبن بتاعه تتنقل للانسان تاني, لكن هي بتكمل السايكل بتاعتها. بمعنى صح كل الهوست لا يمكن حد ينزل الاوسيست الا ايه الا القطه. تمام. ماشي. وصلت؟ انما في الساركوسيست لا, هي تنزل الاوسيست لكن ياخدها واحد تاني تكون فيه ساركوسيست. وعشان كده في اسماء الساركوسيست حتى احنا بنسميها باسمين, يعني نقول ايه اوفي هيومن, يعني بتنقل عن طريق الايه الشيب والانسان, او كناين هيومن يعني بتنقل عن طريق الكلاب والانسان, وهكذا. ماشي شكرا دكتور. ايوه.
ماريو. أنا يا دكتور كنت عايز أسأل حضرتك هو الأمثلة. أيوة ماريو. ماريو يا ماريو قول يا بابا. عايز أسأل حضرتك عن الأمثلة بتاعت المايزز. ما نحفظ لا 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 يهمني في المايز أعرف يعني إيه مايزز, يعني إيه سبيسيفيك مايزز, يعني إيه سيمي سبيسيفيك مايز, يعني إيه أكسيدنتال مايز. ماشي يعني الأمثلة مش نراها نراها ولو عرفناها يبقى كويس لكن لا هتلك تقريبا في الكوزات كان في سؤال عن المثال. ماشي وماله فيش مشكلة تمام ماشي. طب في سؤال تاني هو الاستراتيجي بتاعت الإيفيجن بتاعت البارازايت في آخر محاضرة بتاعت الإيميونيتي إيفيجن هو أنا شرح مشروحة في الأول وبعد جاي قايل لك إنه بيم لخصها لك ايه اللي بيعمله البارازايت عشان يهرب من المناعة. هو في حاجة آخر واحد اللي هو إيميونو سابريشن أنا مش فاهمة يعني إزاي يعني. نعم آخر نقطة اللي هي بتاعت إيميونو سابريشن. أيوة يعني مثلا زي مين زي اللي شمانية تروح تكسر الماكروفيج فبتعمل ايميونو سابريشن فبتقلل مناعة الجسم ضده. يعني ده هيبقى ميديتد بالتي اس اللي هي تي سابريسور. صح انت خدتوها في الميونتي. هو كتبها جنبيها يعني. عادي مفيش مشكلة. تمام دكتور. طب برضو اللي هي في اللي هي الايميون ريسبونس تو انتراسيلولار بروتوزوا كان قايل ان في حاجة اندايركتري ودايركتري بس فهو اي في الدايركتري الاكشن بتاع السيتوكاينيز فانا مش فاهمه ازاي. وهي تاني نقطه ده كله كلام مناعه ما يهمنيش انا يهمني ان بتبقى عارف يعني ايه الاميون ريسبونس للانتراسيلولار دايركت بالسيتوكاينز مش دايركت ده كله كلام مناعه ما يهمناش قوي انا ما يهمنيش الصحف عشان ما يبقاش في ازدواج في الشرايين. طيب طب فيها دكتور يعني كذا حاجة في المحاضرة هي كانت مكتوبة في المحاضرة اللي هي مش مكتوبة في المحاضرة المتسجلة لكن مكتوبة في المحاضرة الهاند أوت. أنا ليه لا خليني في الهاند أوت. الهاند أوت هو الأساس. طيب ماشي ما هو الحاجات دي مكتوبة بس مش مشروحة في التسجيل. طب أنا مالها طب يعني هو في التشريح هيراها لك وين المشكلة يعني. طيب يا دكتور حاجة أقولي. طيب اللي هي بتاعت البرودكشن اوف بلوكينج انتي بودي هو الانتي بودي دي هي هتستحس يعني انها تطلعها ولا هي هتعمل ايه يعني احيانا بتعمل بلوك انتي بودي يعني الاجسام المضاده تبقى اجينس اجسام معينه منها فبتعمل هي انتيجين مختلف حاجات كده بالفيوجن حاجات واحد عاوز يهرب من المناعه او من الاجسام المضاده دي. ماشي طب مش المفروض ان الجسم يعني بيشتغل مع نفسه مش مع البارازايت اللي داخل يعني لا هو البارازايت ممكن يوجهه يخليه يعمل حاجه ثاني خالص زي التريبانسوما ما دي الايفيجن اللي هو ازاي يكسر قواعد الجسم يعني عارفه يعني ده احيانا في الـ اقول لك على حاجه غريبه في البلهارسة لقينا ان البلهارسة تروح مرسبه على جسمها بروتين بتاع البودي فيروح البودي يعمل ايه يعمل انتي بودي للبروتين بتاعه تمام يعني نوع من واحد حرق او لما تزهق شويه تروح قلع تشيز خالص تروح قلع التجمد بتاعها خالص واخد بالك زي التريبانسوما مثلا التريبانسوما دي تجي الاجسام المضاده تكونت ضد مين ضد الشيز بتاعها تروح فتروح تعمل موت تعمل موت الله ينور عليك تعمل موت تقلع الجلابيه اللي عليها انت هتعمل يروح قلعها احيانا البلهارسة تروح مرسبه بروتين على التجمنت بتاعها يختلق بالانتيجين بتاعها هي ويتكون له اجسام مضاده من حاجه ثانيه الجسم بيعمل ايه بيعمل حاجه غريبه يعني ايه خليته استهلكه انه يعمل اجسام مضاده ضد حاجه ثانيه خالص بعيد عن الموضوع. تمام يا دكتور وانا مش فاهمه يعني ايه اكتزميتس ديرماتايتس او انا بنطقها غلط ايه اللي هي اكتزاميتس ديرماتايتس انا مش عارفه انطقها كويس يعني اكزيما دي ايه اللي هي ايه هي بتعملها الفليل اللي هي تانجا بنترانس التانجا بنترانس ما بقول بتعمل اكزيما لان التانجا بنترانس بتعمل جيجر زيز هو ده ان بيجي يروح بين الصوابع كده في الحتت النعمانه دي ويعمل اكزيما ويعمل ديرماتايتس. تمام طب دكتور طب دلوقتي يعني الحاجات الاسماء الكتيره اللي هو في الباره وكده احنا نيجي نلمها ازاي في اخر البتاع يعني احنا بنذاكر اول باول بس المشكله
يعني احنا بنذاكر اول باول، بس المشكله الاسماء برضو بتتنسي وكده، فاحنا نلمها ازاي وعلى يبقى في وقت كافي ولا لا؟ هيبقى راح له بيته، ما فيش ما تقلقوش. ماشي، شكرا خالص لحضرتك. شكرا انا بقى. ماشي، شكرا خالص لحضرتك. بيقول خمس دقايق باقي، بس هو بيمد متهالي ولا لا؟ لا لا اقول ايه؟ عايز خمس دقايق والدكتور رايع. مش معلش الو. ايوه دكتور. ايوه دكتور، كنت عايز اسال حضرتك في الامريكان ترايبانوزوما، هي في حته الجزء بتاع اللايف سايكل في الاول بتاع الفيكتور، وانا مش فاهمه اي تايب، يعني الاماستيغوت ولا الترايبوماستيغوت، اي واحد في الامريكان. في الامريكان اللي بيحصل كالاتي، ان لو الوينجت باك او الكيسنج باك او باربيرز باك او ترتوم بجزة، كل الاسماء دي واحدة، هتاخد التريبانسوما من من فبتحول لكريتيديال فورم عندها العشرة، وهي تكاثر جات لما يديني ميتا سايكل تريبانسوما، مفيش مشكلة. تيجي تورس واحد يديني الميتا سايكل تريبانسوما، ده بيروح يتحول لأماستيغوت الاول في الكارديف ماسل، وبعدين يتحول لكريتيديال فورم ويتكاثر برضه، وفي الاخر يتحول لتريبانسوم. يعني التريبانسوم يعني كلها فيها ثلاثه ستيج، فيها اماستيجوت والكريتيديال فورم والترايماستيجوت والترايماستيجوت، فيها ثلاثه. وصلت؟ يعني اه تمام. يعني الاماستيجوت ده مش لازم يكون بس في الهوست. لا فيها اماستيجوت. لا فيها اماستيجوت. لا هي بتتكاثر على هيئته، لكن في الاخر تتحول لتريبي ماستيجوت اللي هو وتتحول لكريسيدل. اه تمام. ايوه يعني تتحول للشمانويد فورم الاول وماستيجوت، وبعدين ايبي ماستيجوت اللي هو كريسيديال فورم، وبعدين تتحول لميتا سايكل تريبسوم اللي هو اللي يعتبر الفيكتور سيل. طب وهنا برضو المفروض السالفري جلاندز مش نوت افكتد صح؟ يعني ما فيش غير ال الافريكان ترايبانوزوما. لا لا هنا بستيرو، هنا بستيرو ترانسميشن، الميد سيكت بستيرو هينزل عن طريق الاستوب. تمام. هنا بستيرو ترانسميشن. اه والليش مانيا برضو السلافري جلاند مش افكتد. اه هو هتنزل عن طريق داتو ممبرين بس انتيرو ستيشن. تمام. مانيا في ساند فلاي. اه بس السلافري جلاند ما تاثرتش. ما هو يعني مش بيكون، لكن بينزل من البق، بينزل من ده. تمام. لو بالليبيا دي حاجه تاني، لكن انتيرو ستيشن ترانسميشن البستيرو ريتروبنسوما كروزاي. تمام. طب دكتور يعني ايه الفرق بين الدايركت واندايركت لو بتكلم على الميكانيكال؟ يعني ايه مثلا الفلاي بتنقلها دايركتلي او اندايركتلي؟ احنا ما بنقولش دايركت واندايركت، بنقول كونتامينيتيف وباسيف. كونتامينيتيف يعني الحشره تيجي تحط هنا تاخد الايج مثلا او السبوريت او سيست او اي او الفاير او البكتيريا، وتروح تحط في مكان ده تنقلها، خلاص ده اسمه ميكانيك. او تيجي على 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 الوينج بتاعها يبقى في ميكروب وتنقله لمكان ثاني، ده اسمه ميكانيكال كونتامينيتيف. الباسيف لا، ده هي بتقرص هنا وتقرص بعد دقيقه ثاني في مكان ثاني، ده بنسميه باسيف ترانسميشن. بس هي لما قرصت يعني ما فيش اي ديفلوبمنت، مفيش اي حاجه اتغيرت. الميكانيكال ما تمام. قلنا يهمني تعرف الميكانيكال نو تشينج، سواء ديفلوبمنت او مالتيبليكيشن. تمام. واخر حاجه الميسيس، بس اكون عارفه الديفينيشن والانواع، يعني ما ركزش قوي على اسامي الميسيس. لا لا لا، بس نقراهم ايه، عارف الكوردروبيا ديرماتوبيا بنسمعها في السكن، لكن يهمني ايه ميسيس وايه سبيسيفيك ميسيس، ويعني ايه سيمي سبيسيفيك ميزز، سوري، ويعني ايه اكسيدنت.
تمام. طب دكتور وفي الحاجات كلها عموما مش لازم عليها الباثوجينيسيس يعني يكون عارفه مين بيعمل ديزنتري او الحاجات دي مش علينا دلوقتي؟ لا تاخدوها السنه يعني ال 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 احنا البارس بناخذين جزء في سنه اولى بناخذ البيزك ساينس، جزء في ثانيه وثالثه بناخذ السيستم كديزيز. يعني الميز هتدرسيه في السكن كديزيز ازاي تعالجيه وازاي وازاي تشخصيه وبيسببه ازاي وانواعه ازاي وتخف ازاي وكلام من ده. هنا دلوقتي احنا باخده كلام سايكل، ايه هو اللارفة دي؟ اعرف ان اللي بيسببه اللارفة مش القدر، اعرف ان اللارفة دي ممكن هي تعمل بنتريشن للسكن، يعني قايله ان ممكن تحط الايج او اللارفة على السكن يحصل لها هاتش وبعدين تحط اللارفة تعمل هي نفسها بارون. تمام. وممكن قوي ابقى انا عامل العمليه والجرح ويجي الدبان يحط عليه، ده بنسميه مثلا سيمي سبيسيفيك، او عندي اوديتس ميديا في ودني مثلا ويجي الدبان قال كان زمان يقول لك في دود في الودن بيطلع كده، قال هيجين تحسن، ده مرض موجود ما فهمش هنقدر نبعد عنه. تمام. طب دكتور في النيماتودز لما بيقول مثلا المولتينج هنا بيحصل مره مرتين، يعني هل اهتم ان انت يعني ما يهمنيش تفاصيل، خلي ده للبوست جرادول. يعني لما نقول يعني مثلا يعني اكون عارفه بس المايجريشن مين اللي بيمايجريت. في النيماتود في حاجات بنسميها دايركت، ان هي تروح يتبلع تروح للانتستين وتقعد في الانتستين دي العضل، زي الانتروبياس زي الترايكوكيفلاس اوفيس ترايكوكيفلاس ترايكورا. لكن زي مثلا اسكاريس والانكلوستوما لا، ده بيحصل ان دايركت سايكل بس واي بيمشي ويهاجر ويلف، عشان كده بيعمل لي. طب وايه فايدتها؟ عشان ابقى عارفه ان الاسكارس والسترونجولايدس ممكن يعملوا اللونج انفيجن. الله ينور عليك، يعمل لي اللوفرر سيندروم مثلا. هو تمام. ده حاجات في الانفيه ابقى عارف دي، عارف ان ممكن انا لو قال لي ايه الحاجات اللي ممكن تشوفها في البلغم، ممكن ان واحد يكح بلغم كده ينزل لارفا من الانكلوستوما او الاسكارس او الاسترونجوليدس. لكن التانيين لا، بيبقوا موجودين في الانتست بس عشان اعرف الباثولوجيز اللي بيعملوها، عشان اعرف الاعراض التانية اللي ممكن تتم. تمام. يعني تمام. واحد عنده اسكارس ممكن يكون عنده اسكارس وجاييني بريسبيرات المانفستيش. فكل فاهمة يعني. فاهمة ايه؟ واحد يقول تقول له النمونيا دي سببها اسكارس، يا راجل طب الاسكارس موجوده في الانتست ايه موديها لللانج؟ يعني انت هتقول كلامه بس كده. يعني يبقى انا لما ابقى عندي المعلومه ابقى قادر انا حتى اتحاور، قادر اناقش، اعمل ديسكاس للكيس عندي ايه، واخد بالك؟ يعني دي تمام. طب دكتور في اخر محاضره بتاعت الاميونو باراسايتولوجي يعني انا المفروض اكون اعرف فيها ايه؟ اركز على ايه؟ اركز انا فاهم موضوع الكومبلكسيتي ده. حلو حلو حلو. اعرف ليه احنا مش قادرين نعمل فاكسين للحاجه من البارازيت لغايه دلوقتي؟ لان الكومبلكسيتي بتاعتها اللي هي بسبب الكومبلكسيتي بتاعت اللايف سايكل وشكلها كده. ازاي البارازيت ده بيعمل افيجن؟ ازاي بيخدع الجهاز المناعي بتاع الانسان؟ تمام. ايه دور الاوزينوفيل في البارازيتك انفستيشن؟ دايما كده يقول لك ان في البارازيتك في اوزينوفيل عاليه، طب ايه فايدتها؟ يعني تعمل ايه؟ بس لكن الاساس انا واخده في المناعة. يعني انا مش هشرح عشان ما يحصلش زوجيه، احنا قسم واحد، احنا والبكتيريا قسم واحد، ما فيش فيه مشكله. يعني مش هشرح انا ازاي انواع الامينوجلوبولين اي جي جي وده بيطلع امتى وده ازاي وده يعمل يا بي. هنا عملنا الزوجيه، ما انت واخدها هنا، هي هنا بس. هنا اقول لك ايه، والله في البارازيتك في حاجه اسمها اي جي اي ممكن يطلع كذا، لا الاي جي ام في حاله التوكسوبلازما بيبقى مش عارف ايه الاي جي اي، بس انا واخد الاي جي ام والاي جي دي كتب ما مش هكرره تاني. لكن هي محاضره سهله وبسيطه، بنقول ان الميونو بارازايت ده في ليه خاصيه معينه نضيفها للمناعه اللي احنا خدناها قبل كده. تمام. طب علي اعرف الاكزامبلز اللي في الدرس ده، يعني مثلا مين اللي بيشيل الشيث اللي عليه، مين اللي بيعمل انتي بوديز زي بتاعه الجسم، الحاجات دي يكون عارفه. اعرف على الاقل يعني هو حاططها عندك ازاي بيحصل اميونيتي للهلمنس، ازاي بيحصل اميونيتي للبروتوزوا، ازاي بيحصل هلمنس الارثروبود على فكره. يعني كل واحدة هو جايب كاربع خمس كلمات على كل واحدة بس. تمام.
شكرا شكرا جدا يا دكتور. هتعملك يعني هتعملك يعني. ياسمين. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك يا دكتور؟ ازيك يا ياسمين عاملين ايه؟ تمام الحمد لله. قاعدين في البيت ولا بتنزلوا عشان كورونا؟ لا محبوسين. أي لا مش محبوسين، قاعدين إقامة حلوة في البيت عشان نستمتع بالناس اللي موجودة في البيت. يلا كنت عايز أسأل عامة المورفولوجي في كله، هل نركز المورفولوجي لو هو دايجنوستيك يا أبو مهام؟ تمام. يعني إيه لا يعني إيه دايجنوستيك؟ لو يعني مثلا الإج بتاعت الفشولة أنت هتقول لي هتشخص إزاي أشوف الإج في السوق؟ طبيعي هي الإج وصلت، لكن كأذى الفشولة لا اعرف ان هي كبيره حجمها بس، لكن اعرف ان ورقيه مش من نص سيجمنتد ماشي، لكن الايج اعرف تفاصيل الاس اس والسي سي بتاعتها السايز والشيب والكرر والكونتنت. الانتروبيس اضل مهمه اهي، لان انا بشوفها بقول لك ان الواد بيجي ينزل لي دود زي دود المشي كده صغير، فدي لا. ما هو دايجنوستيك لازم اعرفه. تمام. طيب بالنسبه للعملي الاسبوع اللي احنا ما خدناهوش ده بتاع الارس فودز، هل احنا هنشوفه شرايح ولا لا؟ احنا نزلناه لكم سبوت، نزلناه لكم بتاع ده، نزلناه لكم على الموقع عندكم زي في الكتاب كده سلايدز. بس سلايدز لو هننزل حاجه فيه بالامتحان هتنزل بنفس الكيفيه اللي درس بيها. تمام تمام ماشي يا دكتور. شكرا جدا. ايوه احمد. يا احمد يا علاء. نعم السلام عليكم. السلام وبركاته. في حاجه تاني ولا هو مش ظاهر اي حد رافع ايده؟ فكده اعتبر بالنسبه لهم خلصنا. لو في اي حد انا تحت امركم يا ابو حميد، لو في اي حاجه انا شايف النظام ده يعني حلو، يعني انا هيوفر علي على فكره، لان كل دول كل ده كان بيسال على الواتس ويسال على الخاص ويسال على الماسنجر وعلى التليفون، فكويس قوي. لو انتوا عايزين حاجه تاني في حد تاني ناخدها، ولو انتوا عايزين اي حد في تاني تواصل احمد، العمليه سهله بالنسبه لي، انا معايا الباشمهندس بيرتب الامور، انا تحت امركم في اي وقت. ناخد اسراء. ايوه يا اسراء. زي حضرتك يا دكتور. اهلا يا اسراء، ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. يا دكتور كنت عايزه اسال على نفس السؤال اللي سالت عليه ياسمين، المورفولوجي بتاع المورفولوجي لو هو دايجنوستيك شايفاه انا بشخص بيه يبقى لازم اعرفه بس. طيب اعرفه في النظري يعني يجي لي في الامتحان مثلا ام سي كيو يوصف لي؟ لا ممكن 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 يقول لك مثلا واحد مريض كذا كذا ولقينا في الاسطول بتاعه اج وشكلها كذا وكذا وكذا. معلش طالما هي دايجنوستيك، طالما ليها اهميه تشخيصيه ما ينفعش ما اعرفهاش، ولا ما اعرف ايه يعني. هقول لك مثلا الايج دي دايجنوستيك، طب الايج دي ما هو كله ايج، البيضه دايجنوستيك، طب ايه اي شكلها ايه؟ هتقول اوبركوليتد نان اوبركوليتد كبيره صغيره كده. كيسز يعني. تمام يا دكتور متشكره خالص. تحت امرك. تحت امرك. احمد سامعك دكتور، بس ممكن سؤال؟ ممكن سؤال بس لحظه. مره احمد هو في المحاضره بتاعت الميديكال امبورتنت ارثروبودز، انا اول حضرتك قلت ان كان في تعديل في الميتامورفوسس ان هنضيف لارفا، هنضيف كلمه لارفا. ايوه الكومبليت ميتامورفوسس هو كاتب كده، بس الثانيه ايج وليف، ايج ولارفا هنا. يعني في الانكمبليت نضيف لارفا. نضيف لارفا هي موجوده. بس احيانا الايج بتدي نمف على طول فمش مشكله، لا احنا يعني لكن فيهم لارفا يعني بالدليل انت التكس واخد ليها لارفا. يعني كده الفرق الوحيد، الفرق بين الكومبليت والانكمبليت هي النمف والبيوبا. النمف بدل بيوبا. لكن اللارفا ممكن تبقى موجوده او مش موجوده. يعني اللارفا ممكن تبقى موجوده بس اكتبها، يعني اكتبوها. اكتبوها بليز، صلحوها، اكتبوا لها في الكومبليت الانكومبليت ايج لارفا نيمف اذر. وفي الكومبليت شرط اساسي الاقي لارفا ولا برضه ممكن ما الاقيهاش؟ ممكن ما تلاقيهاش يعني مش مشكله، يعني مثلا او ممكن تلاقيها اللحظه، يعني في حاجه يعني الجلوسينا بتحط لارفا لمده دقيقتين ثلاثه تتحول لبيوب.
فاحنا بنحط على العموم على الكل، لكن الاكسبشنات تبقى من الداخل. تمام. ودكتور بس معلش في المايزز حضرتك كان في حاجه بس عايز افرق ما بين ال عايز افرق ما بين السكشن 2 والسمار سبيسيفيك. لا 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 ما مش مهم الفرق، هو ده بروك هما الاثنين في الاثنين فيهم حته الساركوبايوت سواء هنا في فاكولتيف او ايوه الله ينور عليك. يهمني السبيسيفيك مايزز في اوبلوجاتري ساركوبايوت، الاكسيدنت السيمي سبيسيفيك بيبقى فيه ايه سيمي سبيسيفيك هتلاقي اهو اهو اهي كلمه فاكولتيف ساركوبايوت. يعني الاثنين فيهم الساركوبايوت هما كده امتى افرق فيها غير بساركوبايوت؟ ساركوبايوت يعني ايه؟ يعني اللارفا في التيشو بس دي فاكولتيف ودي دي اوبلوجاتري. انا فاهمك بس في السكشن 2 هو بيقول لي بيروح على الاسمر اوف ووندد اور ديزيز تيشو دي ما يصيرش بيها حاجه شبه الساركوبايوتس. ما هو كله بيعمل ساركوبايوتس يا ابني. كله بيعمل ساركوبايوتس بس في اوبلوجاتري وفي فاكولتيف. تمام انت واخد بالك. والثانيه بتبقى اكسيدنتال ساركوبايوتس. يعني ايه؟ يعني اللارفا موجوده في التيشو. طب ما دي بتبقى ما هو الميز ساركوبايوتس، هو الميز معناه ساركوبايوتس. وصلت؟ بس امتى تبقى بلوجاتري؟ تبقى لازم تدخل ولا مش هتكمل سايكلها، او تبقى فاكولتيف براحتها. في السيمي سبيسيفيك تبقى فاكولتيف، في السبيسيفيك تبقى بلوجاتري. هو في معلش بس في السيمي سبيسيفيك بيقول ان هي اتراكتد بالسبتيك وونز والديزيز اورجنز. دي هي نفسها بتاعت سيكشن 2؟ لا ما هي سيكشن 2 اللارفا اتراكت ار كذا نير ليفنج تيشو باي ذا سميل. بس ايه ليفنج تيشو هناك؟ لا هيبقى حاجه ثانيه. يعني هي تروح للليفنج تيشو اللي جنبيه في ووند وديزيز. الله ينور عليك الله ينور عليك الله ينور عليك. السكشنات ما يهمنيش الفروقات بينها، يهمني الفرق ان تبقى عارف ان السبيسيفيك اوبلوجاتوري ساركوبايوت يعني وين بس. تمام شكرا دكتور. زي ما بقول لك احمد لو في حاجه تاني حددوا معاد وانا تحت امركم في وقت. في اسراء اسراء شريف ماشي يا اسراء معلش يا دكتور عندي سؤال كمان. ماشي. في الريتن ممكن يجي لي ايه مثلا انوميريت ممكن ايه اللي اعرفه؟ لا 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 ما بنقولش منور. احنا اسئلتنا من اربع سنين حتى في النظام القديم اسئله محدده، يا اما ام سي كيو يا اما صح وغلط يا اما اكمل وتبقى كلمه معروفه هتكتب فيها ايه الاجابه بتاعتنا. اي حد صلحها ما تخرجش عن الاجابه محدده في اي وضع كان او توصيل او ايا كان. يعني تمام يعني ما فيش ريتن بول ما بنقيسش بالمسطره. احنا عايزين نخلق جيل يعرف يفكر يعرف يتصرف في المواقف مش يحفظ ويحط في الكتاب. لو احنا هننقل الصفحه دي نحطها في الامتحان يبقى بلاها امتحان وبلاها تدريس خالص. ماشي يا دكتور شكرا خالص ربنا يوفقك. ربنا تمام كده. هو في اي حد ثاني عايز يسال؟ لا شكله مش حد ظاهر عندي. شكرا ابو حميد. ولو زي ما بقول لك لو في اي حاجه زي احنا عرفنا الطريقه اهوت وتواصلوا وانا تحت امرك. تمام شكرا خالص يا دكتور على وقتك. شكرا حبيبي شكرا. او في حد في حد بيسال؟ لحظه اميره يسال. ايوه هو هتبقى في جلسه ثانيه للمايكرو؟ المايكرو في المايكرو النهارده الساعه 9. دكتوره نهله انسان يعني مش هتلاقوا زيه ثاني على سطح البسيطه يعني بسم الله ما شاء الله عيلة همكم وشقية يعني ربنا يبارك لها وربنا يكرمها فمش هتأخر معاكم في أي حاجة يعني إنسانة. طب ممكن مراجعة بار عملي؟ ألو ممكن مراجعة بار عملي في جلسة زي كده؟ مفيش مشاكل. إيه المشكلة؟ وننزل لكم الشرائح كلها مرة واحدة ونراجعها مفيش مشكلة. يعني ممكن إحنا ننزلها قبلها نديها لكم نبعتها أنا لأحمد يديها لكم وننزلها او يعني ننزلها على اليوتيوب. ما في اللي انتوا عايزينه مش هيبقى في حاجه نفسكم فيها مش هنعملها. في لوش. تمام شكرا جدا يا دكتور. انت عمرك تحت عمرك. شكرا خالص دكتور. والنهارده بالليل الساعه 9 في المايكرو للناس في ناس ما لحقتش تسال اخر مره. ماشي يا حبيبي ماشي ربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. وتحت امرك يا ابو حميد وتحت امر الناس كلها. اي وقت حددوا ميعاد انا تحت امركم ما فيش مشكله عندي. مفيش مشكلة. ربنا يزيد فضلك. طريقة حلوة وظريفة وربنا ينفع بيكم ان شاء الله. لو كنت سجلت بس البتاع بعتها لي عشان ابقى على علم بما فيه. تمام ابعتها لحضرتك دلوقتي عنها خالص. ماشي يا جماعة ماشي يا جماعة شكرا.
السلام عليكم.